السيد الوزير، المغاربة عاشوا لحظة فرح كبرى بالإنجاز التاريخي الذي قدمه أسود الأطلس. وفي هذا الإجماع الوطني جاتنا واحد الجوقة ديال الإعلام التي أرادت أن تبخس هذا الأداء وهذا الأداء يعني التاريخي ديال أسود الأطلس. فنقول لهم لن تسرقوا فرحة المغاربة ولن تنغصوا عليهم، هذه جوقتكم، لا تتقنوا مقامات ولا نوطات ولا تشنفوا مسامع. أسود الأطلس قالوا الكلمة ديالهم في قطر، وما علينا إلا أن ننحني لهم احتراما وإجلالا وتقديرا للأداء التاريخي اللي داروه. أن المنتخب المغربي شرفنا وشرف ورفع رؤوسنا أمام الأمم، وكذلك من حيث الاستقبال اللي كان اللي بهرنا فيه العالم. وكما قال أحد الصحفيين الأرجنتينيين أن يجب أن نأخذ التحضر من المغرب، لكن للأسف تعرض أحد لاعبي المنتخب المغربي لتشهير لدرجة التطرف والداعشية، شيء غير مقبول تماما. ومن هنا أرفع القبعة عاليا للصحافة النزيهة التي تشتغل بمهنية واحترافية والتي تتحرى صدقية الخبر قبل نشره وبالدليل. سيد الوزير، خطورة ظاهرة التشهير تكمن في عدم قياس حجم الضرر النفسي. ومين كنقول لنا حجم الضرر النفسي راه ماشي هو الضرر الجسماني، راه كاين هذاك الشخص اللي كيتضرر والعائله ديالو الاسره ديالو الاطفال ديالو ديك لونتوغاج ديالو. وفحال كتعرفوا ان الانترنت والناس راه ما كينساوش، هي ظاهره. الاتفاقيه ديال بودابست 2018 اللي وقعنا في المجلس الاوروبي في السنه بدايه السنه الفارطه، حنا غادي نصدقوا عليها الان وغادي تبقى ملزمه لنا فيما يخص بالجرائم الالكترونيه. راه الصحافه في المغرب فيها نوعين، فيها الصحافه المعقوله والجديه والنزيهه واللي عندها حضور، وكاينه ديك الصحافه اخرى عفاكم ما تهتموش بالخزعبلات. الفريق الوطني هناك من يريد ان يسيء اليه، وهو شرفنا وشرف المغرب، وهذيك الاشياء ما خصهاش تمس بينا، وهذوك الناس فوق انهم يمس بهم واحد الجريده خزعبله كاع ما عندها حتى قيمه. شكرا. قلنا راه عيب هذا الشيء كيوقع في الانترنت وفي الواتساب، رغم انه هنا في قانون الجنائي 447 الى اخره يعاقب. اخر حكم صدر الاسبوع الفارط في محكمه النقد، وانا اعتبره خطوه جد ايجابيه بل خطوه كبيره جدا. نص الحكم في تعديله يعتبر ان هذه ما يصدر من في هذه وسائل التواصل لا تنطبق عليها مساطير او ما ينطبق عليها القانون الصحافه، ولكن ينطبق عليها القانون الجنائي. دابا عطى التوجه، دابا الناس اللي كانوا كينطبق عليهم قانون الصحافه اللي كيمنع من الاعتقال دابا مشى دابا القانون الجنائي. هذا الاجتهاد غادي يدفع النيابه العامه نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على هذه الوسائل هذه، وحنا في القانون الجنائي اللي غادي يجي امامكم في القريب ان شاء الله في اخر الشهر غادي نساليو من الاجراءات ديالو. هذاك القانون الجنائي راه نصينا فيه على مجموعه تاع النصوص فيها عقاب شديد على هذوك الصور اللي كتجري في الواتساب في الفيسبوك، وحتى هذوك اللي كيديروا دوك الجرائد الالكترونيه هما ماشي صحفيين، او كيديروا اليوتيوب وكيخدموا ماشي صحفيين، او اللي كيمسوا بحريه الناس وبحريه النساء وبحريه العائلات. لذلك نحن سنتشدد في هذا الموضوع، لان نعتقد انه الانسان وكرامته الانسان وحياته الحميميه هي مقدسه ولا يجوز المساس فيها. وانا اتفق معك سيدنا النائب المحترم.